أهلا وسهلا بحضراتكم. الحقيقة من الأسئلة المطروحة هذا الأسبوع في الشارع المصري هو المسألة المتعلقة بإدارة قناة الجزيرة، لأن الناس عندها حالة من اللخبطة. إزاي الأمير تميم وزير خارجيته خالد العطية بيتكلموا عن إن إزاي يبقى في مصالحة مع مصر وكان في خلاف أصلا؟ نحن ندعم الشقيقة مصر، ندعم النظام السياسي، نؤكد على شرعية الرئيس السيسي، نحترم الشأن الداخلي لكافة الدول العربية ومنهم مصر، ثم تتحدث قناة الجزيرة القطرية بلغة مختلفة تمام. عايزين نسأل السؤال بشكل بعيد عن نظرية المؤامرة. لو احنا افترضنا السيناريو الخاص بصدق نوايا النظام القطري، لان النظام القطري عقد سلسلة من اللقاءات والمفاوضات مع الدول العربية والخليجية، وفي مقدمتهم السعودية، او المحرك الرئيسي لهذه الوساطة كانت المملكة العربية السعودية، وبالتالي هناك جدية شديدة هذه المرة. كيف تتعهد قطر بنظامها الرسمي باحترام الشؤون الداخلية ثم تتحرك قناة الجزيرة بشكل مختلف؟ هل قناة الجزيرة الانطباع العام زي ما احنا بنقول مستمرة في تغطيتها المنحرفة، او المنحرفة دي لا تعني اخلاقيا، اقصد اللي واخدة اتجاه معين في التغطية، ولا الجزيرة ممكن تكون بدأت تتغير؟ من يدير الجزيرة؟ الحقيقة كان في فكرة رائعة قام بيها زميلنا الأستاذ محمود سعد الدين مدير تحرير اليوم السابع، وهي الجزيرة ميتر، بيقيس كيف تغطي قناة الجزيرة التطورات في مصر عشان نبقى بالصوت والصورة وبالوقائع موجودين. مساء الخير. مساء النور، وشكرا جدا على دعوتك. لا انا بهنيك على الفكره، لانها فكره شديده الاهميه، لانها بتحقق فكره الموضوعيه. لا نتحدث عن احكام مطلقه، ولكن بالرصد احنا عندنا بالصوت والصوره كيف تحركت الجزيره. خليني اقول بس حاجه، بدات الفكره من امتى؟ انا بس عايز اول كلمه اقول لحضرتك ان انا مش راس الفكره تماما. انا اقل عضو في الـ في الـ في القائمين على اداره الفكره. الفكره طرحت من مجلس تحرير اليوم السابع بعد اتفاق الرياض الاخير، وقلنا طيب طالما في اتفاق الزامي ما بين الدول العربيه الشقيقه والعاهل السعودي، طلب من الجانب المصري ان هي تبادر وتسمن على المبادره بتاعت السعوديه على اتفاق رياض، ان في علاقه طيبه مره تانية ما بين القاهره والدوحه. طيب اكتر حاجه هنقيس بيها الايجابيات او التعهدات من الطرفين هو الاداء الاعلامي، سواء في من القاهره او من الدوحه. فبدانا نعمل، طب هنقيس ازاي وهنعمل ايه؟ فاحد الزملاء في مجلس التحرير طرح ان يكون في حاجه اسمها الجزيره ميتر، وبالفعل قعدنا بقى في مجموعة عمل طاقم حوالي 10 أو 12 محرر، شغلتهم ليل ونهار بنشاهد الجزيرة مباشر مصر والجزيرة العامة، بنشوف الأداء الإعلاميين المختلفين في الجزيرة، مقدم البرامج، النشرات الإخبارية، الرسائل، الأخبار العاجلة، معالجة القضايا، اختيار الظروف، الفيديوهات اللي بتتعرض، بيناقشوا مصر إزاي، بيتابعوا التطورات أو انتقالات الرئيس عبد الفتاح السيسي إزاي، شايفين الرؤية السياسية في مصر دلوقتي، شايفين ملف المعتقلين، ملف المتظاهرين، بيتكلموا بيقولوا إيه عن أداء الحكومة، عن إبراهيم محلب، عن الوزراء، عن 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 الإخوان وتحركاته وعن الإخوان وتحركاته ومظاهراته، وده الجانب الأكبر. وهل هم لا زالوا على ما كانوا يسيروا عليه من قبل من دعم الإخوان وتحركاتهم؟ مش بس فكرة ان انا بعمل بقسم الشاشة لسبعة تمانية ويندو ان في ناس في أطفيح ولا في الجيزة ولا في حلوان ولا وكمان بدخل مداخلات من الناس الهاربين بتوع قطر وتركيا، ولا ايه اللي بيحصل؟ فعملنا رصد منطقي على مدار تقريبا 3 شهور يا استاذ محمود. بالظبط 3 شهور عملنا رصد منطقي. رياض الاول كمان 3 شهور. ده انا عايز اقول لحضرتك كمان ان احنا علشان نقول ان احنا عمليين، مش بس بنرصد او بنعمل تقييم للاداء الاعلامي لقناه الجزيره وتعهدها من عدم وفيما يتعلق به الحفاظ على تعهدات اتفاق رياض، جبنا 300 فيديو لكل اللي حصل في قناه الجزيره، كل المذيعين، كل التقييمات الاخباريه المختلفه في فترات مختلفه، فترات مختلفه وبمشاهد مختلفه ومناطق معالجه مختلفه للقضايا المختلفه، وعدينا ملف كامل موثق وقدمناه للسفاره السعوديه في القاهره، قلنا لهم احنا كمؤسسه اتقال ان طلب منكم الملف مش بس انتوا اللي وديتوه، تم بالتنسيق ما بين الطرفين الصراحه لإطلاع الملك عبد الله على حقيقه الملف. قلنا احنا كمؤسسه صحفيه مستقله مصريه، مش حكوميه ولا قوميه ولا اي حاجه، بنقول ان احنا اشتغلنا بكامل مهنيه وما قصرناش على اداء الجزيره، احنا قلنا بس ما لها وما عليها، وهل التزمت من عدمه باتفاق الرياض، وهل التزمت من عدمه باتفاق الرياض، اضافه الى ان المؤشر الاعلامي ده اداء حقيقي وواضح وصريح ومباشر لان الجزيره لا زالت مستمره على على طيب. على ما على قديمه يعني. عشان المشاهدين يبقوا معانا يا استاذ محمود، خلينا نعرض لاجزاء من التغطيات اللي حضراتكم عملتوها في الجزيره ميتر في اليوم السابع لاداء قناه الجزيره. نشوف جزء ونرجع نكمل نقاشنا مع الاستاذ محمود سعد الدين.
قالت غرفة متابعة انتفاضة سجون إنها رصدت اشتباكات بين معتقلين وعدد من أمناء الشرطة في سجن فرق الأمن بمدينة دمياط. ونقلت الغرفة عن مصادر من داخل السجن قولها إن عددا من أمناء الشرطة تعدوا على أحد المعتقلين لنقله إلى عنبر التأديب بعد إعلانه الإضراب عن الطعام، إلا أن زملائه رفضوا نقله واشتبكوا مع أمناء الشرطة. وقد تدخلت قوات كبيرة من الجيش والأمن المركزي وتعدوا على المعتقلين بالهروات وخراطيم المياه. انتفاضة السجون، ايه بقى انتفاضة؟ انتفاضة السجون ده مذيع اسمه سالم المحروق، مع التقدير والاحترام للمذيع، مش هنجرح ولا يمين اي شخص، لو كامل التقدير والاحترام هو عادة المذيع بيقرا لكن كاعلامي بيقبل او بيسمح لنا وفقا للمهنة ان احنا نقيم الاداء والكلام. اختيار فكرة او كلمة انتفاضة السجون ده يعني مصطلح لا ينطبق ابدا على الواقع وفقا للروايه اللي بيقولها. انا عايز اقول لحضرتك النهارده في وفد من مجلس القومي لحقوق الانسان بيزور السجون، نفى تماما اي فكره عن الانتفاضات، نفى تماما اي فكره عن ان في عدد كبير من الناس مضربين عن الطعام، ونفى تماما اي فكره. لا هو العنوان دي بقى بتقول لك ان في سياسه تحريريه معينه، احنا صحفيين نعرف الحكايه دي، في سياسه تحريريه. انتفاضه السجون دي وليدت واقعه معينه من اشتباك ما بين امناء شرطه وما بين معتقل، كانوا بيقولوا معتقل واحد واستخدموا ضده رشاشات المياه. ممكن نستخدمها لو الامر مستمر 15 20 يوم وحصل تداعيات كبيره، وان الموضوع مش بقى محلي في سجن ترى، لا ده في ترى وفي العقرب وفي شديد الحراسه وفي الاستقبال وفي برج العرب، فالموضوع بقى كبير فنقدر نقول عليه انتفاضه. لكن دلوقتي لا. كنت بتتاكدوا من الخبر كمان يا محمود؟ يعني ما يقول خبر عن واقعة اشتباك ما بين طبعا عايز اقول لحضرتك وقع عدد من الامناء في دمياط، يعني الواقعة دي خبر موجود وله اساس من الصحه ولا يعني سيبك من العنوان، انتفاضة السجون دي سياسة تحريرية. الخبر صحيح لكن تهويله بكلمة انتفاضة السجون فهو أمر غير صحيح، لكن في أخبار تانية كانوا بيقولوا فيها حاجات غير صحيحة تماما بالمرة. في مرة ذاعوا خبر عاجل إن في انفجار كبير في الشيخ زويد، فإحنا طبعا أنا كجورنال وكموقع إخباري بجري على الخبر عشان أجيبه سريعا، فاتصلنا بمراسلنا محمد حسين في سينا، يا محمد في حاجة عندك في الشيخ زويد؟ قال لا مفيش. يا محمد تأكد ده الجزيرة وعامله الليلة وحاجة كبيرة عليه؟ لا مفيش. يا ابني اتاكد ما فيش. كلم مدير الامن، كلم حد من الجيش في سيناء، كلم محافظ سيناء، كلم القيادات المحليه في سيناء، فيش اي حاجه في سيناء. اذا خبر ليس له اي اساس من الصحه. قريب مش بعيد كمان في خبر تاني عن مظاهرات بعد حكم براءه مبارك، او اعتقد ايام 28 نوفمبر، ان الحزب المصري الديمقراطي بيدعو اعضائه للنزول في مظاهرات. طلع الحزب المصري الديمقراطي في بيان رسمي نفى فيه تماما انه اشار او تحدث من قريب او من بعيد انه بيدعو اي من اعضائه للنزول في مظاهرات. طب انت جبت منين يا قناه الجزيره ان في حزب هينزل؟ نسبوها لزياد بهاء الدين ولم تكن هذه التصريحات لها اي اساس من الصحه. بالظبط مفيش اي حاجه في الموضوع. طيب ناخد الحته دي، زي ما بنقول في سياسه تحريريه، استخدام كلمه انتفاضه بالزبط. السجون هذا يؤكد ان في توجه عام لاعطاء اشاره معينه عن طبيعه التطورات في مصر. عندنا جزء تاني من الاخبار برضو نستعرضه عشان نبقى موضحين الصوره شويه. بالظبط. قال مصدر بتحالف دعم الشرعية أن قوات الأمن اعتقلت نحو 105 من قادة وأعضاء التحالف في حملات دهم بعدة محافظات فجر اليوم. يأتي ذلك فيما انتشرت وحدات الجيش والشرطة والقوات الخاصة وقوات التدخل السريع في القاهرة وجميع المحافظات تحسبا للمظاهرات التي دعت إليها الجبهة السلفية اليوم الجمعة تحت شعار انتفاضة الشباب المسلم. هسأل سؤالين. مصدر بتحالف دعم الشرعية، التحالف ده بتاعك المفروض انت الداعم الاساسي ليه، طب ما تقول لنا اسم المصدر. مفيش. ليه؟ لان اصل مفيش حد قال. اتنين، قال 150 واحد تم اعتقالهم، طب عايز اسم 105. واحد بس 105 طب اسم واحد بس مفيش ليه؟ خلي بال حضرتك النمطيه دي من الاخبار اللي بتذاع على قناه الجزيره في الشريط العاجل وفي الاخبار هي نفس النمطيه قبل كل تحرك امني او قبل كل فعاليه او بعد كل فعاليه ان في مصدر. لا قال الماده الفيلميه المستخدمه كمان، الانتشار الكبير للقوات المسلحه، يعني عايز ما هو بيحط صوره دي على خبر زي ده يقول لك ان في جيش متدخل. هو عايز يبرر بالصوره فكره ان الرقم اللي انا بقوله ليه صح وليه مهم، لان في انتشار كبير من الجيش من الشرطه العسكريه من الامن المركزي من الامن العام. هو عايز يقول ده، بس الفكره ان انا عايز اقول لحضرتك ان صحه الخبر من عدمه مش صحيحه. 105 او مصدر بدعم الشرعيه، قول مين المصدر وقول مين ال 105، قول ابرز الاسماء مين، قول لان لا وهما بقى ما هو اصل هما بتوع المهنيه،
فيعملوا لك ايه بقى؟ يجيبوا لك طرف. لا 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 هم بيقولوا ان هم بتوع المعنى يجيبوه. اصل بص اي قناه ممكن يبقى ليها توجه وهي في الاخر تقول لك انا متمسكه بالمهنيه، فتعمل المهنيه ازاي؟ ان هي تجيب طرف وتجيب طرف معارض ليه، بس هي ما تديش للطرف المعارض للطرف المؤيد اللي هو مؤيد لافكارها نفس الفرصه ونفس المساحه. هم بيعملوا ده. لكن لو في خبر زي ده مفترض من المهنيه زي ما جابت مصدر في الشرعيه تجيب مصدر في الداخليه المصريه، مصدر امني يقول ان ده صح ولا لا. لكن للاسف هم ما بيعملوش ده. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه بقى مهمه. خبر اخطر من اخبار من الخبر ده، الأخبار المتعلقة بالعمليات، عمليات القوات المسلحة في سيناء، بينقلوا دايما عن الطرف الثاني، عن بيت المقدس وعن الجماعات الإرهابية في سيناء. ودايما أي فيديو بيذاع من جماعة أنصار بيت المقدس أو من كتائب سيناء أو من ما يسمى دلوقتي بتنظيم داعش في سيناء بينقلوا دايما كأنه حقيقة واقع. يعني مثلا من حوالي 5 أيام قالوا إن نقلا عن مصادر سيناوية ونقلا عن بيت المقدس إن في عناصر استخباراتية إسرائيلية موجودة في سيناء. طب ده كلام. طيب مصدرك ايه؟ مصدرك ايه؟ قال لك انصار بيت المقدس. طب انصار بيت المقدس مدرجه كجماعه ارهابيه وتنظيم دوله لا إسلامية. ده انا عندي فيديو يا ريت نرجعه في تقرير الزميله احمد، تقرير خلود كان فيه الفيديو الخاص باستخدام الجيش المصري للدبابات في قصف بيوت الناس في سيناء. عايزه الفيديو ده. بس خلينا كمان يا استاذ محمود نشوف ازاي بيغطوا المظاهرات في مصر، التحركات القليله طبعا لجماعه الاخوان وانصارها كيف تغطيها قناه الجزيره. نتكلم من الناحيه المهنيه. لو احنا كاعلام بنغطي المساله، اولا هذه المظاهرات مش باين المظاهرات دي فين المنطقه، يعني كان مفترض ان يوضح على الشاشه المنطقه دي فين بالزبط. اليوم ايه؟ هل دي لقطات ارشيفيه ولا مباشر الان ولا مسجله من ولا شويه يعني ما كانش باين ده. نمره 2 الخبر العاجل اللي على الهواء، طائرات هليكوبتر حربيه تحلق في سماء الهرم بالقاهره. طب يعني طالما في، طب ما فين الصوره؟ صور لنا بقى صوره. اضافه لكده كمان فكره الاشاره للخبر العاجل وكانه ان الامر جلل في مصر وان من شده الاضطراب الامني ففي طائرات حربيه بتحلق علشان لو في اي امور نسيطر عليها، عايز يوحي باي شكل للمشاهد اللي قاعد بيتفرج عليه ان القاهره في دائره النار، ان القاهره على اهبه الاستعداد. يعني إن حتى ما بيقولش مراسل الجزيره في القاهره مصادر ما خلاص. بيقول ما ده هو ما قالش ده، هو قال لك على طول لا ما قالش هنا مصدر.
المصدر المصدر للجزيرة المباشر مصر. على طول حط العنوان، انا شفت العنوان ما شفتش. لازم الاعتبار ان الطيارة عايزة صورة، خلصت القصة. الاكتر من كده بقى عايز اقول لحضرتك فيما يتعلق بالمظاهرات اللي دايما بيصوروه. دايما فلسفة المظاهرات او فلسفة الصورة بتاعت المظاهرات ان اي مظاهرة لازم تكون ماشية في شارع ضيق علشان ان العدد يبقى كتير في الشارع الضيق. عمر المظاهرة بتاعت الاخوان اللي بتتصور عن طريق قناه الجزيره او اللي بتبث عن طريق قناه الجزيره بتكون كبيره، لا ابدا. الجديد قصدك في حيز واسع يعني بالظبط. الجديد كمان ان دايما بيقسموا الشاشه لاكثر من ويندو علشان يبين ان المظاهرات منتشره في كل مكان، فيكتب ايه بقى، يا ريت يكتب مثلا محافظه كذا او محافظه كذا، لا يكتب اطفيح الجيزه، وبعدين يكتب الهرم الجيزه، وبعدين يكتب العمرانيه الجيزه، وبعدين يكتب شارع العشرين الجيزه، وكان كل 5-6 بيتفتح لهم ويندو، وكل 7-8 بينقل لهم مظاهراتهم. الجانب الثالث وده لازم ناكد عليه ان كل المظاهرات وكل الحاجات دي ساعات جدا بيستخدم صور اشرفيه وساعات بيذاع. انا بس المهنيه تقتضي لو الصوره دي مباشر يتقال ان ده مباشر، لو الصوره دي ارشفيه يتقال. حضرتك لمشهد عظيم جدا منتشر على يوتيوب، وهو ان كان في راجل قاعد في منطقه ميدان سفنكس في المهندسين، فشاف على قناه الجزيره المظاهره حاليا في ميدان سفنكس، فجي مصور قناه الجزيره وجي ماشي بالكاميرا بتاعته من الشباك وجي باتجاه قناه باتجاه الميدان، وقال لهم يا جماعه ادي اللي على الهواء في قناه الجزيره وادي الميدان، مين الصح ومين الغلط. وده بيحصل كتير، دي مش اول مره، دي واقعه مواطن مصر هو اللي سجلها. دي الويندو اللي احنا بنتكلم عليها، ويندوهات ويندوز يعني طول الوقت بالزبط. بيعمل ايحاء ان هناك تحركات في اكثر من مكان. وعلى فكره من الناحيه الواقعيه يمكن ان تكون هذه الصوره، يعني مفيش حد من الناحيه المهنيه ضد ده، يعني لو دي مظاهره حقيقيه موجوده وبيتم تغطيتها من الناحيه المهنيه، ما احنا حتى في الاعلام المصري كنا بنعمل ده وكنا بنشتغل على ده. بس الفكره طبق بقى، طالما بتقول انا رايي وراي اخر وانا الاعلام الحر وانا الاعلام الذي ليس له مثيل يعني، فطبق طبق الامور المهنيه والضوابط والمعايير على نفسك قبل ما تتكلم على الاخر. ده رقم واحد. رقم اتنين، حيد نفسك بقى، يعني لو عايز تشتغل الاعلام لازم تحيد نفسك. خلاص مش هتشتغل اعلام وتشتغل سياسه، خلاص قول انا بتاع سياسه، قول انا ليا موقف سياسي. انا بس مش عايزين نتاخد شويه في فيديوهات بقدر كمان ما نشغل نفسنا بقضيه مهمه لا علاقه بالجزيره برضو، وتحديدا قضيه الصحفيين بتوع الجزيره اللي في قضيه المريض. انا في تصريح مهم جدا من 4 ايام لمحمد فهمي صحفي الجزيره، نقله لروبرت فيسك، بيقولوا فيه ان الجزيره خدعونا، وده منشور، ان الجزيره خدعونا في القضيه الاخيره، ان في وسط ما احنا بنتحاكم ووسط ما احنا كل طاقم المحامين وطاقم هيئه الدفاع اللي عايزين يبرؤونا او عايزين يوصلوا لنقطه حكيمه مع القضاء المصري، الجزيره رفعت دعوه تحكيم على مصر عشان اغلاق القنوات. فمنين بيساندونا من القضيه بيقولوا احنا معاكم، ومنين بيرفعوا دعوه على مصر؟ الموائمه السياسيه تاخد ايه؟ ده رقم واحد. فبعوم اتنين، امل كلوني اللي هي المحاميه بتاعت الصحفيين المتهمين، صحفيين الجزيره المتهمين في قضيه المريوط، طلعت في تصريح من 3 ايام وقالت انا اطالب الجزيره ان تكون حكيمه وترشد في استخدامها وتغطيتها الاعلاميه للجانب المصري وفق الاتفاق الرياضي، لان انتوا كده بتضروا بابنائكم اللي في قضيه المريوط اللي بيحاكموا في القضاء المصري. انتوا منين دعيتوا القضاء المصري انه يفرج عن الناس، ومنين في نفس الوقت لازلتوا مستخدمين نفس السياسه الاعلاميه في ظل ان انتوا الزمتوا نفسكم بعهد واتفاق مع ولي العهد السعودي ان انتوا هتلتزموا بده؟ فشايف التناقض فين؟ شايف التضارب فين؟ ده مين اللي بيعمل ده؟ هم الاول كانوا بيتاجروا بقضيه المريوط، الصحفيين والحريه للصحفيين، وطبعا حريه الصحفيين وضد حريه وضد حبس اي صحفي، وكل الكلام ده مش هنعول عليه لانه ثابت واساسي ومفيش مشكله منه، لكن الفكره انك ازاي وصلت المرحله بتتاجر بالقضيه، فتعمل مؤتمر دولي عشان صحفيين الجزيره، وفي نفس الوقت بترفع دعوه ضد مصر، فاعلنت ان انت هتتعهد بانك هتحافظ على الترشيد الاعلامي، وفي نفس الوقت لا زلت على سياستك القديمه. انا بس عايز اقول لحضرتك كمان سريعا ان بعد اتفاق الرياض ب3 ايام كان في حاله ارتباك داخل الجزيره. السياسه التحريريه مضطربه. سالم محروق اللي ظهر من شويه في اول فيديو ده قال اول يوم ان الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، خلينا نجهز الفيديو ده يا جماعه اللي هو الاعتراف بان الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اول مره يتقال في قناه الجزيره بالزبط. الرئيس المنتخب، خلينا نشوف الفيديو ده. يلا. انا اخترت بلدي تمشي ازاي؟ هو حد يجي يختار لي طريق اللي انا اخترته من بعد 80 سنه فساد في البلد دي؟ البلد دي احسن من اي بلد في العالم. لكن يا ابو فوده، خلينا نتناقش معاك. أيوة يعني عمي. لكن في واقع دلوقتي، في واقع ان تم انتخاب رئيس وتم اقرار دستور يا عم، ما يعني حسب يعني اسمعني يا ابو فوده من فضلك، وحسب ما معلن يعني على اول السنه الجديده هيبقى في انتخابات برلمانيه.
ده على فكرة بعد اتفاق الرياضي التاني، مش اتفاق الرياضي الأول، اتفاق الرياضي التكميلي بالظبط. كانت هناك محاولات داخل الجزيرة لتحسين الصورة، وده ظهر من سالم. سالم كمان من جيل الشباب اللي في الجزيرة، مش من جيل الأول، مش زي زين العابدين توفيق أو أيمن عزام، ده الجيل التاني اللي في الجزيرة. وظهر منه حالة ارتباك نوعية في إنه هيخاطب إزاي او هيستخدم او يعيد توظيف المصطلحات السياسيه. كلمه انقلاب هيقولها ثوره ولا يقولها تظاهرات؟ رئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي هيقول رئيس المنتخب ولا الرئيس كذا كذا كذا؟ يعني هو ما كانش عارف يقول ايه، فقال العباره وفقا للامور العامه اللي اتغيرت، لكن بعد كده الامور اتبكت تماما. عايز اقول لك ان اليوم الاول للرصد وفقا للجزيره ميتر كان مختلف تماما عن الايام الثانيه. اليوم الاول كان في مؤشر نسبي ان في تغير في الجزيره، تغير كمان في حاله الضيوف، تغير كمان في معالجه القضايا المختلفه، لكن بعد كده الامر اتغير. عايز اقول لحضرتك بس ان من اكتر ايام قسوه الجزيره استخدمت فيها مشاهد ضد مصر وضربه الامن القومي مصر، مشاهد رفح، وتحديدا وقت اخلاء مساكن رفح. عشان نكون في الصوره، اخلاء مساكن رفح تهجير او مش تهجير ده يحسمه القانون، لكن دواعي الامن القومي بتقتضي ان في مجموعه من السكان هنا كانوا بيقطنوا منازل بيلاقي. الفيديو ده موجود يا جماعه، لو نجيب الفيديو الخاص بالدبابات كان في تقرير خلود اللي زعلنا من شويه. المنازل لازم تتزل عشان حفاظ الامن القومي، لان بعد معركه او بعد حادث كرم القواريس مصر كلها اتوجعت من تفاصيل الحادث المؤلمه. الجزيرة عملت ايه؟ كانت بتصور من الجانب التاني، بتصور من الجانب الفلسطيني، بتصور من قطاع غزة، يعني وصل الامر انها بتثبت كاميراتها في الجانب الفلسطيني قطاع غزة عشان تصور الاخلاء، علشان تطلع صورة للعالم كله تقول شوفوا المصريين بيعملوا ايه في اهاليهم في رفح. فكانت بتوصل الصورة السلبية قوي 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 عن رفح، في حين ان ده امر يتعلق بالحفاظ على مقتضيات الامن القومي. كمان هي اعلاميا او مهنيا تقاس بالانتقائيه، يعني تسمى، يعني انت وانت لو انت بتعرض الصوره دي لازم تعرض الصوره الثانيه، فكره الوجهتين النظر يبقوا موجودين. لكن الانتقائيه دي الصور اللي زعتها الجزيره، وقالت صور تظهر استخدام الجيش للدبابات والعبوات الناسفه في هدم بيوت اهالي شمال سيناء. المواطن المصري البسيط لما يستقبل الصوره بدون تحليل هيقول يا حرام، ينفع كده؟ لكن لما توصل له المعلومه كامله ان الناس دي موجوده في اماكن كانت خطر على الدوله، على الشريط الحدودي اللي بيتهرب منه اسلحه وبيتهرب مخدرات وبيتهرب ناس من حماس تدخل تعمل عمليات. لا، الصوره الثانيه كانت تذاع للصور اللي احنا شفناها، المفاوضات التي كانت تتم ما بين قوات الامن وما بين الاهالي في سيناء. ما انا قلت لك يا فكره الانتقائيه، انت بتذيع انهي صوره عشان تخدم على انهي فكره. بالزبط. لكن لو انت بتذيع وجهتين النظر ما يبقاش عندنا مشكله. والصور دي مدى صحتها كمان، يعني الصور اللي هم بسينها دي تشير الى استخدام عبوات ناسفه كبيره عشان فين الدبابات بقى؟ يعني ما انت تتحدث استخدام الدبابات، مفترض وانت بتذيع خبر بهذه الخطوره كنا بنتعلم ده، يعني لازم يبقى في عندك صوره او مصدر مؤكد. بالظبط. انا عايز اقول لحضرتك هم بيعلموا ده في مركز الجزيره للتدريب الصحفي، لكن بيعلموه الاستخدام على الواقع بقى مختلف 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 تمام. بس مشاهد رفح بجد كانوا هم استخدموا سياسه ضدنا في ضرب الامن القومي في واقعة رفح دي بشكل خطير، حتى كل الناس انزعجت من ده. بس احنا عندنا بقى مصريين، عارفه جانب الفهلوه عند المواطن المصري، في واحد عمل 13 مره 13 مداخله مع قناه الجزيره على فترات مختلفة أيام متباعدة، كل شوية يدخل كأنه من الإخوان وداخل يتكلم وكأنه هو الرئيس المرسي ولا بد أن يرجع ومش عارف إيه، يا قناة جزيرة أنتوا كذابين وأنتوا بتضحكوا على المواطن المصري وأنتوا مش عارف إيه، طب ليه ما بتكتبوش عن السجون اللي في قطر؟ ليه ما بتكتبوش عن الانتهاكات بتاعة حقوق الإنسان اللي في استاد اللي في الإنشاءات بتاعة كأس العالم اللي في الاستادات عندكم؟ ليه ما بتكتبوش عن التوريث اللي في الحكم؟ ليه ما بتكتبوش عن الانقلاب اللي حصل من الأب والابن في العيلة المالكة؟ ليه ما بتكتبوش عن كذا؟ اكتر من مره المواطن المصري بيدخل يعلم ويدي درس لكل الناس اللي موجوده، وللاسف للناس المصريين اللي شغالين في قطر. طيب خلينا نسال سؤال مهم يا استاذ محمود، نساله لاستاذنا الكبير استاذ مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين السابق. مساء الخير يا استاذ مكرم. اهلا بك يا استاذ غاشا، ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. احنا عايزين نفهم يا استاذ مكرم بخبره حضرتك، ازاي امير قطر الامير تميم ووزير الخارجيه خالد العطيه يتحدثوا عن ان العلاقات بين مصر وقطر علاقات طيبه، وانها هناك احترام كبير للشان المصري والاتفاق الرياض الاول والاتفاق الرياض التكميلي، ثم تتحرك قناه الجزيره بمنطق واداء اعلامي مختلف تماما؟ ايوه، هو اغرب ما في تصريحات العطيه انه بينكر وجود ازمه صحيح ما بين مصر وقطر، وبالتالي ما فيش ازمه يبقى ما فيش حاجه الى مصالحه، يبقى ما تنتظروش اي اجراءات او اليات
تعبر عن موقف جديد من قطر. وأنا شايف مهما تعددت تفسيراتنا للتصريحات المتضاربة، نحن نظل نتمسك بموقف واضح. ارمي بياضك، وريني أمارتك، ماذا تفعل، ماذا تغير من فعلك، لأنه الفعل على أرض الواقع هو الذي سوف يحكم. إنما يعطيني من طرف اللسان حلاوة وفي نفس الوقت لا يستمر على سياساته. وأنا شايف حقيقة أنه علينا جميعا كمصريين أن نتمسك بمطلبين أساسيين. الأول بالفعل أن هم يتوقفوا عن دعم جماعة الإخوان المسلمين وإعطائهم ملاذ آمن، ليس من أجل مصر فقط، ولكن ده هو ماضي في البيان الختامي بتاع قمة الدوحة الأخير، بيتعهدوا جميعا بالالتزام بمحاربة الإرهاب وعدم إعطائه ملاذا آمنا والتضييق عليه ومنع تمويله. وكل دول الخليج الإمارات وكل دول الخليج الإمارات والسعودية والكويت بتعتبر جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. الأمر الثاني أن يرفع يده عن ليبيا، لأنه ليس له مصلحة في ليبيا إلا أن يكون موجود هناك عشان يوجه خنجر في خاصرة مصر الغربية، الأمن القومي. طيب أستاذ مكرم، أستاذ مكرم عايز أسأل حضرتك سؤال. أيوة. في ناس كتيرة بتقول هو من يدير الجزيرة؟ يعني هل أمير قطر وزير خارجيته بيمثلوا النظام السياسي في قطر؟ هل بقى قناة الجزيرة تدار من جناح آخر داخل قطر؟ تدار من جناح آخر، تدار من حمد، تدار من حمد بن جاسم، تدار من أيا كان. المهم نحن مشكلتنا مع دولة قطر، والدولة المفروض أنها لها مسؤولة عن قناة الجزيرة، ومسؤولة عن السياسات، ومسؤولة عن الطائرات المحملة بالعتاد العسكري اللي بتنزل في مطارات قريبة من طرابلس عشان تمون الجماعات السلفية الجهادية التي تعمل في ليبيا. يعني إنه الحكم على قطر ليس بالأقوال ولكن بالأفعال. تورينا قطر أمارة تلتزم بهذه الالتزامات الأساسية، عندها تقع المصالحة المنشودة. في غيبة ذلك يظل ده كله مجرد كلام لا نتاج له. أستاذ مكرم، أيوة. وحضرتك أستاذنا، لو إحنا عايزين نوثق ما يقدم على قناة الجزيرة مهنيا، يعني إحنا عايزين نتعامل مع المسألة بشكل مهني بحت كصحفيين، كيف نوثق هذه الحقائق الموجودة على شاشات الجزيرة والجزيرة مباشرة؟ معظم ما تقدمه الجزيرة لا يقوم على أساس مهني. تنشر إشاعات على أنها أخبار، تنشر اتهامات بدون أي سند أو أي دليل. ولو فوجدنا أن وأظن أن الدولة لابد أن تكون تعد مثل هذه الملفات، إلا تبقى المسائل بقى يعني بلا ضابط. لابد أن عندنا في الاستوديو دلوقتي أحد أبنائك الصحفيين الأستاذ محمود سعد الدين، وهو اللي عمل على موقع اليوم السابع الجزيرة ميتر اللي بيرصد فيه أداء الجزيرة، وعايز يتكلم مع حضرتك. أهلا بيك يا أستاذ مكرم، زي حضرتك وأنا شرفني اتصال حضرتك. إحنا أهلا بيك يعني بيك. أشكرك على جهدك المتميز. أهلا بيك يا فندم، وشكرا جدا، ودي شهادة فوق راسنا. أنا بس عايز أقول لحضرتك، إحنا في جريدة اليوم السابع وكمؤسسة خاصة صحفية حملنا على عاتقنا فكرة الجزيرة ميتر واشتغلناها لأيام طويلة، وحصدنا مخالفات مهنية وأخطاء جسيمة بتضر بالأمن القومي المصري وبتضر باستقرار البلد، بتخرج من الجزيرة مباشر والجزيرة العامة. وجمعنا كل الحاجات دي في فيديوهات، قدمنا حوالي مثلا 33 فيديو للسفير السعودي في القاهرة كرسالة مباشرة من المصريين إن قطر غير ملتزمة باتفاق الرياض وغير ملتزمة بالعهد اللي التزمته. ايه تاني ممكن نعمله كصحافة علشان نلزم بيه الجانب القطري؟ وايه تاني كمان من الدبلوماسية المصرية او من الجانب المصري، هل ممكن الافضل
ان احنا نمهل قطر شهر او اتنين او تلاتة علشان نشوف زي ما حضرتك بتقول ارمي بياضك علشان نشوف هل قطر فعلا بتتكلم بس ولا هيبقى فيه تحركات على الواقع ولا ايه اللي يحصل من وجهة نظرك؟ وممكن قطر، هكمل على كلام محمود، ممكن قطر تقول ما تحاسبونيش على اداء الجزيرة لان الجزيرة دي قناة اعلامية، حاسبوني على تصرفاتي الفعلية كدولة. مفروض يكون اي من هيئات الدولة المصرية او اي من مؤسسات الصحفية او اي من مراكز الدراسات الاستراتيجية الموجودة في مصر لابد ان تكون معنية بهذا، وزي ما انتم عملتم هذه الفيديوهات لابد هذه المراكز تكون موثقة كل المخالفات المهنية التي قامت بها الجزيرة وغيرها من الصحف القطرية. وانا متأكد ان الدولة عندها هذا، ومتأكد بالفعل ان هناك من يجمع ويوثق. والمشكلة يعني مش ان احنا نبعتها فقط للسعودية، المشكلة ان نعلم شعبنا بها، لانه الشعب المصري لن يرضى بعودة علاقات مع قطر الا ان يقع تغيير حقيقي في الممارسات القطرية على ارض الواقع. صحيح. من ناحية الحد الزمني نحن محكومين بحد زمني واضح، وهو القمة العربية الاعتيادية التي تعقد في العام، وهذه القمة سوف تتم في مارس قادم، واعتقد ان ده اجل معقول جدا كي يظهر لنا ما اذا كان قطر جادة وسوف تنفذ هذا. ايضا كمان احنا اعتقد ان السعودية والامارات والكويت لا ترضى على وجه الاطلاق بان يصدر بيان هايل زي البيان الذي صدر عن اجتماع الدوحة، وتأتي قطر لكل يوم تمزق هذا البيان بأفعال تناقضه تماما. هذا يأكل من مصداقية السعودية، ويأكل من مصداقية الإمارات، ويأكل من مصداقية الكويت، لأنه عندما يخرجوا ببيان يقولوا فيه إن إحنا يعني ملتزمين بدعم مصر وخارطة الطريق ومعاونتها على الاستقرار، وملتزمين بمكافحة الإرهاب وتجفيف منافعه وإنهاء أنشطته، فيبقى من الطبيعي جدا أنه هذه الدول الثلاثة التي لا نشك أبدا في إخلاصها ولا في حسن نيتها ولا في موقفها في اي من مواقفها مع مصر، ونثق في حكمه الملك عبد الله، يعني نثق في حكمه الملك عبد الله، لانه هو من رعى هذه الوساطه او قدم الرعايه الكامله للوساطه للصلح ما بين قطر وما بين الدول الخارجيه وما بين قطر وما بين القاهره، وبالتالي الامر مرهون زي ما حضرتك تفضلت استاذ مكرم بتحركات الجانب القطري، مساله الاجراءات المطلوب من قطر القيام بها لتعزيز بناء الثقة على حد وصف اتفاق الرياض الأول واتفاق الرياض التكميلي. شكرا لأستاذنا الجليل أستاذ مكرم محمد أحمد. وعايزة بس نشوف أيضا كيف، لأن ده فيديو في غاية الأهمية، كيف تتعامل الجزيرة مع الإعلام المصري، إزاي بترد؟ طبعا هي بترى أن هي مهاجمة من الإعلام المصري في جزء رصدته يا أستاذ محمود عن هذه المسألة، نشوف الفيديو ده. فهل ستنجح هذه اللغة الإعلامية في التأثير على مظاهرات اليوم؟ هذا ما سنناقشه في هذه النافذة المباشرة مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد القدوسي الكاتب الصحفي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. بداية يعني السؤال الذي طرحته خلال هذه المقدمة، هل من الممكن أن تنجح هذه اللغة الإعلامية في التأثير على التظاهرات مما نراه الآن في تظاهرات خرجت؟ شوف، اللي عايز يصدق هيصدق، واللي عارف ان دول بيكذبوا فهم دول بالنسبة له بيكذبوا، اللي عايز يصدق اللي عايز يضحك على نفسه. اللي هو ايه؟ اللي هو ثبت بكل الطرق وعدة مرات انه هؤلاء الناس يكذبون. هذا هو الحديث عن مظاهرات 28 نوفمبر وكيف كانت تظاهرات كبيرة من وجهة نظر الجزيرة، مش كده؟ هو ده كمان. أنا بس فين ضيفية؟ أنا كنت لسه أقول لك، أنا مش عارف ضيفية صح ولا لا. هو قال ضيفية، شفت محمد القدوسي، عايز أعلق على محمد القدوسي. محمد القدوسي مثلا
الضيف الدائم والأول والأساسي في كل نافذة ليلية مسائية على قناة الجزيرة. كل يوم مساء اليوم تلاقي محمد القدوسي على قناة الجزيرة بيتكلم عن الأوضاع في مصر. طب قبل 30 يونيو محمد القدوسي كان معروف أنا ما شفتوش على أي قناة مصرية إلا عدد من القنوات. لا هو هممنا الطرف الثاني مش هممنا برضو الطرف الثاني. مفيش طرف ثاني وده اللي شغالين فيه. بس أنا عايز أقول لحضرتك طالما طرحت فكرة بيتناول قليل يمكن المذيع هيبقى محامي الشيطان هنا ويتبنى هو وجهة نظر الطرف الثاني. يا ريت. ده أنا عايز أقول لحضرتك إن المذيع ده كان كتب بوست على هو مش عارف اسمه ماهر عقل أو حاجة كده كان كتب بوست في واقعة لانش دمياط يعني مزيدا من التزييف للحقائق ومزيدا من التضارب وعمل قلق في السوشيال ميديا وقتها. انت عارفه في يومين بعد الحادثه كان حصل تضارب حوالين المعلومات دي صح ولا لا وايه اللي حصل؟ لا هو احنا ما كانش عندنا معلومات ودي مشكله الحقيقه يعني حتى صدور بيان القوات المسلحه كتب بوست بقى التضارب ومين سرق ايه ومين عمل ايه ومين اللي خد المركب وراح بيه فين فضربوا نار فعمل ايه. فهو يعني ما هو فعلا هيكون محامي الشيطان. بالنسبه للجانب العالم المصري بيعامل زي دلوقتي الجزيره ان بعد زياره نيويورك تحديدا وبعد السلام ما بين رئيس السيسي والتميم الامير تميم الرئيس وجه وكان رئيس مصر كان معاه وقتها وافد من العلماء المصريين قال لهم بشكل صريح خلاص مش هنتكلم تماما عن قطر وعن الاسره الحاكمه وعن الشيخ موزه لا هو قال لا تتعرضوا وعن الشيخ موزه تحديدا عشان نكون في الصوره وهذا بناء على طلب من الامير تميم. من يومها وحتى الان مفيش اعلامي مصري واحد ولا نافذه فضائيه مصريه ولا قناه مصريه ولا برنامج تحدث عن العائله المالكه ولا تحدث عن الامير بسوء تماما. كل امور بالطيب خاصه ان التحركات الدبلوماسيه شغاله. قصدك ان احنا كان عندنا استجابه في الاعلام المصري لكن هو لم تواجهها استجابة. المقارنه البسيطه ما بين الطرفين ان الاعلام المصري تحيد تماما في القضيه لكن الاعلام القطري لذال ينهج نفس النكهه. انا عايز اقول لحضرتك كمان ان الجزيره اشتغلت عليه بتلعب العاب مختلفه دلوقتي يعني مثلا التسجيلات الاخيره المفبركه ما زعوهاش هم لكن خدوها نقلا عن قناه مكملين اللي هي قناه اخرى او نافذه اخرى للاخوان فشغالين بالتبادل مع بعض مش لازم العب انا الدور ده ان انا ازيع التسجيلات رصد بتاعه مش عارف ايه لا ده انا ممكن اخدها نقلا عن كذا فبالتالي بنقسم الادوار على يعني اريد ان اطرح السؤال مره اخرى واخيره فضلي. كيف ستدير الاداره القطريه أداء الجزيرة وتوظفه يعني إذا ما طلبتها السعودية والإمارات بمدى التزامها بما تم الاتفاق عليه إيه رد الإدارة القطرية الأمير تميم هيقول إيه وزير خارجيته هيقول إيه لكن المهم زي ما أستاذ مكرم قال الجزء اللي حضراتكم بتقوموا بيه أستاذ محمود وهو توثيق هذه المخالفات المهنية المعيبة إن صح التعبير أو الغير مهنية وزي ما حضراتكم أرسلتوا جزء للمجلس القومي لحقوق أنت قلت لي أرسلتوا جزء للسفارة السعودية للسفارة السعودية مطالبين أيضا من إلى وزير الخارجية المصري حتى طبعًا يكون هناك طبعًا عندنا وثائق اتصال مع الدبلوماسية المصرية مع وزير الخارجية وكمان هنوصل هي عمل استعلامات مظبوط عشان تكون هم دول الجهتين الجهة الدولية ووزير الخارجية أستاذ محمود سعد الدين مدير تحرير اليوم السابع والمسؤول عن موقع الجزيرة ميتر بنشكر مجهودكم ومستمرين معاكم ومتابعين كل هذه الممارسات على فكرة نحن كإعلام نسعى للمهنية وما يقال عن قناة الجزيرة ليس نتيجة موقف شخصي ووطني فقط لكن نتيجة أن هذه هي القلعة التي كانت دوما تتحدث عن المهنية ولكن المهنية أحيانا تصبغ بالمذاق والمذاق القطري ظل لاذعا حتى اللحظة. شكرا أستاذ محمود شكرا بعد الفاصل هتكون مع فقرتنا الاجتماعية السبت عاد لينا بالسلامة الدكتور محمد المهدي بعد سفر الأسبوع اللي فات هنستمر معاه في فتح ملف محتاجين نتكلم فيه تاني وهو رصيد المشاعر وتأثيره في متانة العلاقة الزوجية بعد الفاصل.